لما تبقى زعلان او متضايق او متخانق مع واحد صاحبك او متخانق مع المدام في البيت وعايز تفرح وتفرفش، اتفرج على تصريحات رضا عبد العال كوميدية وهتخليك يعني تبقى فطسان على نفسك من الضحك. وكمان ابو الدهب معاهم وماسك ختم بيختم على اي كلمة بيقولها رضا عبد العال. دي كانت رسالة او كلام او تصريح ابراهيم سعيد لرضا عبد العال او رضا الهجاص. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ابراهيم سعيد يعني علق ساخرا من رضا عبد العال والتصريحات اللي بيقولها الكوميديه على النادي الاهلي او منتخب مصر او مدربين او اداريين او اي شيء يخص اللعبه او كره القدم، يعني تصريحاته كلها كوميديا وكلها يعني ساخره وبيبقى في اتجاه مغاير عن العقل والواقع وعن اتجاه او اراء الجماهير المصريه. ولكن انا بتحفظ على الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي اللي قاله على ابو الدهب، لان ابو الدهب ده يا راجل يعني راجل انا بحبه وراجل انا يعني بحترمه، وهو راجل مهذب والعيبة ما بتطلعش من بقه. وانا هقول لك ليه ماشي تحت سياسة او تحت جناح رضا عبد العال وبيختم على كل كلمة بيقولها، يعني الا نادرا ما يتخانقوا مع بعض او يشدوا مع بعض عشان بيبقى فيه مثلا يعني معرفش هل الخناقه بتبقى مفتعله عاملينها بالقصد عشان يعملوا ترند او علشان يعملوا مشاهدات او تفاعل على فيديوهات، الله اعلم. بس انا هقول لك ايه السبب اللي مخلي ابو الدهب ماشي تحت جناح رضا عبد العال. بس قبل ما اقول لحضرتك السبب، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الكابتن ابراهيم سعيد وهو بيروق ابراهيم بيروق رضا عبد العال، ونرجع نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي واختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني اول مره تخش قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. تسريح تاني يعني اول ما الاحداث بتيجي انا هو اتكلمت على حاجه قطعت في نفسي وطلعت بهزر مع الناس بهزر معاهم، فالحقيقه لذيذه يعني. تصريح رضا عبد العال وكابتن محمود عبد الله. اولا تصريحات كابتن رضا عبد العال دايما كوميديه، يعني اللي عايز يتفرج على حاجه بيتكلم كوميدي، يعني انت عايز تضحك متخانق مع في الشغل زعلان من حد في الشغل بخش ايه اتفرج على رضا عبد العال هتضحك، ليه ما بيتكلمش كوره؟ بيتكلم على كوره يعني بعيد عن الواقع بعيد عن الكوره بعيد، لان اولا معلش هقولها تاني ما لعبش منتخب مصر، يمكن حتى فوجئت بحاجه غريبه جدا وابتديت الاحظ، يعني كابتن محمود عبد الله يعني هم الاثنين ما لعبوش منتخب مصر خالص، يعني لما يا جماعه حد يجي يتكلم على منتخب مصر فتعالى اتكلم ما تكسرليش، فتعالى اتكلم معايا اتكلم معايا كوره، اه معلش انت غير اللي اتكلم زي ما انت عايز اتكلم معايا كوره، وانا بذكر اسمك اهو رضا عبد العال كابتن محمود ابو الدهب اللي هم ما بيحبوش يذكروا، فانا بقول لك اسكت فخلاص الموضوع باين ان هو عليا، فانا بذكر يعني هل انت خايف مثلا تذكر اسمي؟ ما تخافش اذكر والله مش هتكلم عادي الموضوع يبقى عادي وهعرف ارد يعني، فكابتن محمود ابو الدهب سيبكم كابتن رضا خلاص. الاغرب بقى ان الاثنين ما لعبوش منتخب مصر، واحد كابتن رضا كان اخره ربع ساعه وخلاص اتكلمت فيها قبل كده، وجيت ادور في تاريخ يعني كابتن محمود ابو الدهب ما فيش خالص يعني ما فيش خالص كابتن محمود، يعني كابتن ده كان اخر ربع ساعه وكابتن محمود ابو الدعم ما فيش خالص، ما فيش ملوش علاقه بالكوره خالص ولا بالمنتخب ولا باي حاجه. فلما تتكلم مع حد يا جماعه النبي لما حد يجي يتكلم معايا او يجي يرد عليا يبقى لعيب منتخب مصر حقق انجازات حقق بطولات، فعشان اعرف اتكلم ما بيغيرش بطولات وهميه. فالحاجه الغريبه ان هو قاعد يعني كابتن محمود كابتن رضا بعلي يقول الكوبايه دي فيها ميه؟ اه لا اه الكوبايه دي فيها ميه اللمبه دي حمراء اه اللمبه دي حمراء اللمبه دي زرقاء اه اللمبه دي زرقاء. ايه ده ايه الختم بقى يعني كابتن محمود اي حاجه بيتقال بتختم عليها والله مين في حياته مش عايز كابتن محمود ده في حياته؟ انا لسه لاقي اثنين واحد على كبير وواحد على شمال والله العظيم كابتن محمود ده جميل انا بحبه جدا هو عارف والله انا بحبك يا كابتن والله انا نفسي اشوف اجيب اثنين في حياتي زي كابتن محمود ابو الدهب اللي هو يا جماعه كوبايه الميه دي مسكره اه كوبايه الميه دي مسكره ابراهيم سعيد واحد لا ابراهيم سعيد واحد رضا عبد العال رضا عبد ايه ده؟ ده انت ماشي بالختم اي حاجه شفت انت اي حد بيبقى ماشي بالختم اي حاجه تقولها مختم لك هو ده كابتن محمود ابو الدهب اي حاجه تتقال من رضا عبد العال بيقوم خاتم عليها نفسي والله في حد كده زي كابتن كابتن محمود والله انا في حياتي والله وتقريبا مصر كلها نفسها في اثنين لنفس الشخصيه بتاعتك ان اي حاجه اعملها ما يتقاليش لا اي حاجه اي حاجه اقولها ده حقيقي بصراحه فعلا ابراهيم صح ابراهيم قال كده اه ابراهيم قال كده ايه ده؟ يا كابتن محمود قول بقى عايزين نشوف ارائك يعني حتى لو ما لعبتش منتخب مصر ومفيش خالص او كابتن رضا مثلا يعني ربع ساعه فانت مفيش خالص فانت عايزين بقى ممكن على فكره ما تبقاش مفيش خالص بس نشوف طريقه كلامك حلو طريقه كلامك عن الكوره طريقه شخصيه مش لازم يقعد يزعلك ولازم تختم على كل كلمه يعني تقعد تختم كده مش حلو خالص بصراحه يعني
والله انا بتمنى يبقى في اثنين من كابتن عمر ومداد معايا في حياتي والله العظيم يقعدوا يقولوا لي على كل حاجه صح. اهلا بحضراتكم مره تانية. الجزئيه اللي انا بتحفظ عليها هو الكلام والسخريه اللي قاله او الاسقاطات اللي قالها على ابو الدهب، ولكن انا هقول لك ليه ابو الدهب ماشي تحت جناح رضا عبد العال. اولا رئيس التحرير بتاع البرنامج هو اسلام صادق، ففي سياسه تحريريه للبرنامج ان انت تهاجم النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وتخبط في المنتخب وتخبط في لعيبه النادي الاهلي اللي في المنتخب، وقول اللي انت عايز تقوله ما دام انت بتجيب مشاهدات وبتعلي التون وبتجيب لنا ارباح فاحنا معاك على الخط، وفي ممول للقناه وبيديهم فلوس وبيديهم يعني دولارات بالعبيط، ونفس الممول هو على الجانب الاخر هتلاقيه في قناه الحدث اليوم وقناة الشمس. الثلاث قنوات دول ممولهم واحد فقط مفيش غيره وكلنا عارفينه. ولكن ليه بقى أبو الدهب ماشي تحت ظل أو تحت جناح رضا عبد العال؟ تعالى وأنا أقول لك. فاكرين الخناقة أو المشادة اللي حصلت ما بين سمير كمونة وما بين رضا عبد العال؟ لما رضا عبد العال قال أو شتم سمير كمونة وشتم أبو الدهب على الهوى وقال لهم انتوا ما بتفهموش، انت غبي، انت مش عارف ايه، انت فيك وفيك وفيك، ابو الدهب ما اتكلمش ولا فتح بقه، لان كبير القعده وكبير الليله وهو اللي بيجيب الارباح وبيجيب المشاهدات هو رضا عبد العال. لان تصريحات ابو الدهب وتصريحات كمونه بتبقى نوع من انواع الايه؟ شعلله، يعني مثلا انا ضد فلان او مع فلان، الراي والراي الاخر. ولكن في النهايه هو مين التوب ومين المايسترو بتاع الحلقه ومين الهجاز بتاع الحلقه اللي بيجيب له الحلقه اللي بيجيب لهم مشاهدات؟ هو رضا عبد العال. فرضا عبد العال هو البيك بوس بتاع القعده، فلما يشتمهم لا هذا امر عادي. لما يقول لك انت بتطبل، انت بترقص، انت غبي، انت بتفهمش، انت مش عارف ايه، انت ما بتفهمش كوره، انت بتشحق، تسكت. لكن لما سمير كمونه تجرأ ورد على رضا عبد العال وقال له انت اللي فيك وفيك 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 وادهم له على الهوا، وقتها اسلام صادق قال نطلع فاصل واحنا جبنا الحلقه دي لحضراتكم قبل كده، فقرر البرنامج الاطاحه بمين؟ بسمير كمونه، على الرغم ان اللي شتمه الاول وهزقه الاول وبهدله الاول هو رضا عبد العال، لكن ما يقدروش يضحوا برضا عبد العال لان هو ده البيضه اللي بيتبيض لهم بيضه ذهب من خلال المشاهدات او من خلال الكومنتات اللي بتيجي على البرنامج او على القناه، فبالتالي ما يقدروش يخسروا واحد زي رضا عبد العال بيقول اي كلام في الهجايس، المهم يجيب يعني يجيب مشاهدات ويجيب تفاعل. فعلشان كده الكابتن ابو الدهب تابع لرضا عبد العال وبيختم على كل كلمه بيقولها. بس هو بصراحه كان لاعب جيد في النادي الاهلي، كان لاعب رجله طرشه، كان بيجيب اهداف يعني عالميه من نص الملعب، من التلت الاخير من الملعب، رجله دي كانت عارفه زي ابو الجمل، زي الجمل بتاع الاسماعيلي، فرجله عارفه المرمى، وراجل يعني مهذب ومحترم وبيحب النادي الاهلي واهلاوي. ولكن اكل العيش يحكم، ساعات بتبقى انت مش راضي عن حاجه ومحتوى، زي افلام المقاولات بتاعه زمان، تلاقي مثلا فريد شوقي ولا نور الشريف ولا يعني ناس ليها ثقلها كانوا بيعملوا افلام مقاولات علشان بس ياكلوا عيش، عشان يعيشوا، هم مش راضيين عن المحتوى اللي بيقدموه بس عشان ياكلوا عيش، عشان ياكلوا عيالهم. في حقبه زمنيه كان الافلام الهابطه هي اللي ماشيه وسوقها ماشي، وكان سوق الشرايط الفيديو وافلام المقاولات، فبالتالي كانوا بيعملوها وهم مش راضيين اصلا عن المحتوى اللي بيتقدم، بس هيعملوا ايه؟ هياكلوا عيالهم ايه؟ كذلك ابو الدهب ممكن ما بيبقاش راضي عن كل الاراء اللي بتتقال في البرنامج، ولكن هو ماشي مع الرايجة علشان ما يقدرش يعني يمشي من البرنامج، هو اللي عيشه هينقطع وهو اللي مش هيبقى له تواجد، وبرضه البرنامج هيستمر بنفس السياسة وبنفس الاسلوب. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.